Hello and welcome to the news from Bahrain International. I am Mohammed Yusuf. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa issued Royal Decree 7 of 2022, appointing the following officials at the Ministry of Interior: Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Abdul Wahhab Al Khalifa as Deputy CEO for Cyber Operations at the National Cyber Security Center; Sheikh Khalid bin Rashid bin Abdullah Al Khalifa as Director General of the General Directorate of the Implementation of Verdicts and Alternative Penalties; and Sheikh Ahmed bin Abdullah bin Abdul Wahhab Al Khalifa as Assistant Under Secretary for Nationality, Passports and Residence. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, in the presence of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, and BDF Commander-in-Chief Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, patronized the inauguration of the Royal Guard Headquarters on the occasion of the 54th anniversary of the establishment of the BDF. Upon arrival, His Majesty was received by National Security Advisor, Royal Guard Commander Major General His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, and Royal Guard Special Force Commander Lieutenant Colonel His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa. The ceremony was attended by a number of the kingdom's senior officials and officers. سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. قف. His Majesty the King handed over the banner of the Royal Guard Battalion 14 and the banner of the Royal Security and Protection Battalion 17. The anthem of the flag and the two flags entering service was then played. Thank you.
سلام. His Majesty the King then unveiled the commemorative plaque to mark the occasion. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. بارك فيكم. بارك. سيدي يتفضل اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. The National Security Advisor, Royal Guard Commander, Major General His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa delivered a welcoming speech on the occasion. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني الوقوف بين يدي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لأتقدم بخالص التهنئة وعظيم الامتنان بمناسبة الذكرى 54 لتأسيس قوى الدفاع البحرين الباسلة التي ستظل الدرع الحصين لمملكتنا الغالية لحماية وطننا العزيز ومنجزاته ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية في ظل قيادتكم المظفرة. وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى القالية على قلوب كل البحرينيين فإننا نتأمل مسيرة وطن تقدم في ظل قيادتكم الملهمة ليكون في الطليعة ويحتل مركزاً متقدماً بين أمم العالم على جميع الأصعدة، وطن يباهي بأبنائها الذين نهلوا من مدرستكم وفكركم وحملوا المسؤولية ليرفعوا اسم البحرين عالياً خفاقاً في كل مكان وزمان. سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم، إن تشريفكم اليوم لافتتاح مقر قيادة الحرس الملكي يجعلنا نستذكر رحلة تعلمنا منها جميعاً أسس البناء القائم على الإيمان والإخلاص والذي تمثل في بناء قوة دفاع البحرين وتنميتها وتطويرها والاستثمار في كوادرها وإمكانياتها المختلفة وما قدمته من أدوار مشهودة في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي، فكانت خير السند والحصن وآلت على نفسها كما تعلمت من جلالتكم حفظكم الله ورعاكم إلا أن تكون دوماً على ناصية الحق وفي جانب الخير والعطاء، فوقفت مع الأشقاء والأصدقاء في مختلف المحن ومواجهة التحديات، واليوم وأنتم تدشنون مقر قيادة الحرس الملكي فإنكم تقدمون لمملكة البحرين الحبيبة كعهدكم دوماً صرحاً جديداً يضاف إلى منجزات جلالتكم حفظكم الله التي شكلت العلامة الفارقة في تاريخ البحرين ودشنت تاريخاً مزدهراً مشرفاً لجميع أبنائه ومقيميه، حتى وقفت قوة دفاع البحرين على أرضية صلبة من المنجزات الكبرى التي جعلتها تضاهي أفضل جيوش العالم تسليحاً وتدريباً ومواكبة لجميع المستجدات في مواجهة التحديات العصرية، وهو ما تأتي بدعم سيدي حضرة صاحب الجلالة ومعه كامل الاهتمام والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهدكم نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وبإشراف معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وجهوده الحثيثة وقيادته المثلى التي وضعت الجيش البحريني في هذه المكانة التي يستحقها. سيدي لقد تعلمت على أياديكم الكريمة ومعي جميع أبناء الجيش البحريني أسمى معاني الإخلاص والعطاء والالتزام تجاه الوطن والمواطن، وفي الحرس الملكي توطنت هذه القيم وأصبحت ملازمة لثقافته وتعمقت في شخصية ضباطه وجنوده الذين يقفون اليوم أمام جلالتكم بكل اعتزاز وفخر ويتقدمون من جلالتكم بكل عرفان وشكر لما شملتموهم به من رعاية وعناية. شان نهجكم الكريم من مع كل أبناء الوطن أينما حلوا وارتحلوا. سيدي لقد كنتم على الدوام المثل الأعلى لمنتسبي قوة الدفاع البحرين منذ انطلاقتها لما قدمتموه لهذه القوة من عمل مخلص وجهود استثنائية جعلتها نموذجاً في الاحترافية والانضباط، فكانت هذه القوة التي رأيتم أن تستثمر مملكة البحرين في تأسيسها وتطويرها درة بين القوات النظيرة في العالم، وكان ذلك كله تعبيراً عن مسؤوليتكم تجاه الوطن وأهله وتعبيراً عن وعيكم بالمخاطر المحيطة بالبحرين بما حققته من نمو وازدهار
نتاجاً لعلاقة التعاضد والتآخي بين جميع أبنائه في ظل القيادة الحكيمة لآل خليفة الكرام جيلاً بعد جيل. كما قلتم سيدي، بنينا قيادة حرس ملكي وافتتحنا هذا المبنى على بركة الله، والآن يبدأ البناء. حفظكم الله وأبغاكم ذخراً وسنداً للوطن ولأبنائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The director of the BDS Military Work made a presentation on the headquarters establishment and its departments. His Majesty the King then delivered the speech on occasion. في هذا اليوم المبارك أتقدم بأصدق وأحر التهاني إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين وإلى شعب البحرين الوفي، وأشكر كل المنتسبين مختلف الرتب على إسهامهم الكبير في إنجاح المسيرة المباركة والقيام بواجب الدفاع المقدس عن تراب الوطن ومياهه وأجواءه. وهذه المناسبة مناسبة عزيزة علي شخصياً وعلى من أسس هذه القوة، ولا شك أن معالي المشير الأخ الشيخ خليفة بن أحمد القائد العام بذل كل هذه السنوات، ربما ليس كل يوم ولكن كل ساعة، في خدمة قوة الدفاع والبحرين عامة. وبالتالي نرى ما نرى من تقدم وازدهار عسكري، على أمل أن نكون القوة الرادعة وأن نكون قوة للسلام في هذه المنطقة وقوة لازدهار كذلك الوطن وتنميته. فرحنا وسعدنا بهذا المشروع الذي يخص الحرس الملكي، ولا شك سيحتاج كذلك إلى المزيد من التطوير كعادتنا، لا نقف عند حد إنما نطور وباستمرار على الاحتياجات اللي الظرف يبرزها أمامنا. على كل حال سنستمر في التطوير وفي العطاء، وشكرا مرة أخرى، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. His Highness Sheikh Nasser then presented His Majesty the King with a commemorative gift, which was a statue of Sabha Fort that was built by the late Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa in Zubara in 1762. His Majesty then wrote a statement in the Royal Guard's visitor record. His Majesty expressed pride in the inauguration of the Royal Guard Command Headquarters and celebrating the 54th anniversary of the BDF establishment. He expressed appreciation for the patriotic role assumed by the BDF and for its efforts in protecting the gains of the kingdom. His Majesty the King then toured the headquarters and listened to a brief by His Highness Sheikh Nasser. After that, the Director of Military Works at the BDF delivered a brief on the building and its departments.
His Majesty blessed the inauguration and expressed thanks and appreciation to His Highness Sheikh Nasser for his tremendous efforts. The audience then congratulated His Majesty the King on the anniversary, expressing thanks and appreciation for His Majesty's unlimited support towards the BDF. They wished His Majesty lasting good health to continue this blessed march in his prosperous era. On this occasion, His Majesty issued royal order to promote and honor a number of BDF affiliates with appreciation medals. His Majesty expressed appreciation to all officers, non-commissioned officers, members of the BDF and citizens on this occasion and hailed the role of the BDF affiliates in protecting the gains of the kingdom and ensuring the safety and unity of citizens, for them being the shield of the country and a continuous source of pride. He added that the establishment of the BDF is a source of pride in the kingdom's march with the efforts of its brave men year after year. In addition to the noble work of the BDF, His Majesty hailed its contribution in supporting the development march of the kingdom and the achievements in various fields such as health, housing, sports fields on the local and international levels, in addition to the numerous national participations. His Majesty expressed appreciation to the BDF role within Team Bahrain in combating the corona pandemic, led by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. His Majesty praised the contributions of His Royal Highness in enhancing the march of the BDF and hailed the efforts of the BDF Commander-in-Chief for his exceptional leadership that resulted in the development of the BDF. His Majesty expressed appreciation to officers, non-commissioned officers and Royal Guard members for their role in assuming their noble responsibilities inside and outside the kingdom and their efforts in providing aid to their brothers. His Majesty also appreciated the role of the BDF men since the establishment and added that their valuable efforts will never be forgotten. On this national occasion, the Royal Guard members congratulated His Majesty on the anniversary and wished him lasting good health and happiness, and wished the kingdom further progress and prosperity under the leadership of His Majesty the King. The chairman of the Shura Council held the weekly meeting where the council approved a draft law regarding the labor law in the private sector that aims to achieve gender equality in the private sector. The council also approved a draft law amending some provisions of the labor law in the private sector that aims to increase the participation in early education. The Minister of Foreign Affairs, Dr. Abdel Latif bin Rashid Al-Zayani, in the presence of the Bahrain's Ambassador to UK, Sheikh Fawaz bin Mohammed Al-Khalifa, Acting Under Secretary for Consular and Administrative Affairs, Ambassador Khalil Ya'qub Al-Khayyat, and a number of chiefs of sectors and directorates, handed over the Prince Salman bin Hamad Medal for Medical Merit to national competencies of the Ministry of Foreign Affairs in recognition of their efforts during COVID-19 pandemic. The Minister of Foreign Affairs congratulated the employees, expressing his thanks and appreciation for their sincere efforts in facing the pandemic. He affirmed that the pride of His Majesty the King and the appreciation of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister further motivate all citizens to exert their utmost efforts in order to serve the kingdom, its citizens and residents. The ministry's employees expressed their pride in receiving such high honor, affirming that it will further encourage them to serve the kingdom of Bahrain. Bahrain International Airport joined the highest-ranking international airports to become the third airport in the Middle East to receive a 5-star rating from Skytrax, the world's top airport and airline rating body. The Minister of Transportations and Telecommunications, Engineer Kamal bin Ahmed Mohammed, met with Skytrax CEO Edward Blaisted to receive a plaque commemorating the achievement. He said that this international-level achievement is thanks to the support of His Majesty the King and the government, headed by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister. He added that the ranking also reflects the tireless efforts of the BAC team, strategic partners and airport service providers, as well as Team Bahrain. The Information and E-Government Authority announced that the public submissions of the National Complaints and Suggestions System, Tawasal, in 2021 increased by 75% in 2021 compared to 2020. The authority affirmed its keenness to benefit from the ideas and initiatives of individuals and their constructive suggestions and to identify their needs. It noted the implementation of a number of proposals related to identity card services and traffic services, in addition to proposals related to the Be Aware application.